ممكن احمد. احمد، انا عارفه انه احمد ما فوتش مناسبه الا وبيجرح فيا قدام الناس. اكيد قالك عليا الهوايل. لا ابدا، ما جابش سيرتك قدامي خالص. هجيب المساله مساله وقت. الظاهر ما بقالكمش كتير مع بعض. فعلا. انا عارفه ان احمد كان ضد جوازي من مدحت، وياما حاول يقنعه انه ما يتقدمليش وانه يستحق واحده احسن مني. احمد مش فاهم وعمره ما هيفهم انه مدحت بيحبني، عشان احمد ما يعرفش حاجه اسمها حب. ايمان خطيبته سابته عشان فجأة اكتشفت ان احمد ما عندوش قلب. خدي بالك منه. قالت لك الحيزابونة دي ايه وانتوا مع بعض في البسين؟ قصدك مين؟ قصدي مين يعني؟ الهبابة اللي اسمها رشا. ما قالتش حاجة. ما قالتش حاجة ازاي؟ لا اكيد قالت. قالت ان احمد ما بيعرفش يحب، احمد ما عندوش قلب. ايمان سابته لانها اكتشفته على حياته. ها قالت ايه تاني؟ مفيش ولا حاجه. سامع يا جورج؟ يا جورج ايه يا احمد؟ سامع الهبابه اللي اسمها رشا دي قالت ايه؟ مش سامع بس متوقع يعني. بص يا احمد، لا هي بتفوت فرصه تجرح فيك قدام الناس ولا انت. المظلوم بينكم مدحت، بين مراته وصاحبه، يعني بين المطرقة والسندان. وانت يا جورج بتحب رشا؟ بصراحة لا، بس مضطرة اتعامل معاها كويس عشان خاطر مدحت. بقولك يا احمد، ما تشغلنا اي شرايط هادية عندك. مدحت بيه يا مدحت بيه. عاوز ايه؟ سيادتك باين عليك انك تعبان، يستحسن لو تروح البيت تستريح. من مش عاوز اروح البيت، مش عايز اروح يا اخي. انت شريكي وغرامي هالكني. الو، مساء الخير يا احمد بيه، انا علي البارمن. أنا آسف إني بكلم سيادتك في وقت متأخر، بس مدحت بيه عندي هنا وفي حالة وحشة قوي، مش عايز يروح وأنا مش عارف أعمل معاه إيه. أوكي أنا في انتظارك. أنا آسف إني أزعجت سيادتك في وقت متأخر. مع السلامة. أهلاً
طب انا هلبس هدومي وانزل حالا. اللي يوصل الاول يكلم التاني، اوكي؟ بقى 4 ساعات قاعد بيشرب. مدحت فوق يا مدحت. شيل معايا. شيل معايا يا علي. روح انت هات تلج يا علي. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من ودي بناجي خيالك من قدك كده بقى هيفوق اكتر. تاني ناخده حته فيها هوا يشرب فنجان قهوة فوق خالص، اوكي؟ اوكي. وانا كاتمة غرامي وغرامي هالكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك. عربيتك فين؟ انا عربيتي راكنها في اخر الشارع. اركب عربيتي، انا عربيتي اقرب هناك. ماشي. امسك نفسك شويه يا مدحت. اشرب اشرب يا مدحت اشرب. عايز مش نور. معلش معلش يلا عشان تفوق يا بابا بقى. معلش عندي مر قوي. معلش يا مدحت حبيبي اشرب اشرب عشان تفوق. هي عربيتي فين؟ عربيتي وعربيتك قدام البار. لما تفوق تبقى كويس جورج هياخدنا يوصلنا لغاية هناك. انا عايز اروح لسونا. ايه؟ سونا؟ طيب حاضر حاضر. هو ايه اللي فكروا بيها دلوقتي؟ هي لسه عايشة؟ مش عارف. اخر مرة شفتها كنت شفتها؟ ايه يا معلم هو انت لسه يا عم الخمر يا عم تقلب. انا عايز اروح لسونا. دلوقتي زمانها 7 نوم يا بابا. ممكن نروح لها. انت معاك جدول موعدها كمان؟ انا عايز اروح لسونا دلوقتي. بعدين بقى في الليله دي. بقول لك ايه؟ يلا نوديه. نوديه فين؟ هنوديه فين يعني؟ هنوديه لسونا. وبعدين؟ ولا قبلين بقى اللي يحصل يحصل. يلا. هتودوني لسونا؟ هنوديك لسونا. امسك نفسك شويه. اخر مره شفتكم كانت من 2 سنين وبعدها اختفيت ولا حتى تليفون. معلش بقى ما انت عارفه الدش. اوعدك ان احنا هنسال عليك على طول. اه وده غير الزيارات. اه يا بكاسين مضطر اصدقكم عشان بحبكم. ميرسي يا سونا يا صاحبه احن صدر. كنت متاكد انها هتقدر ظروفنا. نصطبين بس دمكم خفيف. المهم مين فيكم اللي هيبتدي الاول؟ ايه ده شكله بايظ خالص. مش بالشكل يا سونسون، ده انت هتشوفي ليله. اوكي خليه حصلني على اوضه النوم تاني اوضه على اليمين. ولا نسيت؟ عايزك تشرفنا. ها يا عم ده مش عارف يمشي، ما لما يخش جوه هيعمل ايه؟ يمين يمين. أنا تعبان قوي تعبان.
بالسرعة دي؟ يلا قوم روح. واللي جوه؟ سبع نقط. ما قدرش يستحي. جامدة قوي. يلا عايزة أنام. to the moon and let me play among the stars.